قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 63 ألف شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق. وأظهر تقرير المنظمة أن غالبية حالات الوفاة والاختفاء حدثت في البحر المتوسط بأكثر من 28 ألف شخص، تليها إفريقيا وآسيا. وذكر التقرير أن نحو 60% من الوفيات الموثقة مرتبط بالغرق، وأكثرها من بلدان تشهد نزاعات كأفغانستان وميانمار وسوريا وأثيوبيا.